هذه الحلقة سنكتشف غوانجو على دلتا نهر اللؤلؤ. سنكتشف كيف تشكل العائلات ثروات المدينة، وكيف تحولت روح التغيير إلى قوة اقتصادية حديثة. نهر اللؤلؤ المعروف بالصينية جوجيانغ، مع روافده الشرقية والغربية والشمالية، إنها في الواقع منظومة نهرية واسعة. إنه ثالث أطول نهر في الصين وثاني أكبر نهر من حيث كمية المياه. يصب في بحر الصين الجنوبي، وتقع غوانجو على ضفافه. تقع غوانجو في هذا الموقع الرئيسي بجانب نهر اللؤلؤ لأكثر من 2000 عام. شهد القرنان الأخيران صعودها لتصبح واحدة من أكثر المدن تقدما في الصين. يجد كثير من المهاجرين الصينيين في العالم جذورهم هنا، ولا يتخلون أبدا عن تراثهم رغم تغير أساليب الحياة. Gotta say, out of all of the ancestral halls I've been to, this is by far the most impressive. So the thing about the Chen clan's ancestral hall is, firstly, when they were built, the Chen surname was the most common surname in Guangdong province. But it was, besides a place of ancestor worship, also a place for networking, because obviously it was a big family. There were a lot of people who'd made it in their respective fields. So it was a concentration of wealth and power right here. One of the best ways to show it was through beautiful artwork, which is why you have such great typical Lingnan art here. Sculptures, stuccos, murals, anything you name it. من خلال هذه الأعمال الفنية التقليدية التي تعد مثالا لفن لينان، كانت هناك عائلة جن تظهر قدرتها التي تتمثل في الاهتمام بالتفاصيل. إذا تنظر إليها عن كثب يمكنك أن تجد أشكالا مبشرة محفورة في الخشب والحجر، وشخصيات من أوبرا محلية منحوتة على الجص والخزف. لمعرفة المزيد عن سكان غوانجو جئت إلى شيغوان التي تقع بين الميناء والمنطقة الأجنبية السابقة. هذا الحي كان موطنا للتجار الأكثر نجاحا، ولا تزال العديد من المباني والتقاليد محفوظة جيدا. قبل ستينيات القرن الماضي كانت المصنوعات النحاسية شعبية جدا في غوانجو. نظرا لأن النحاس مضاد للبكتيريا، كان لدى كل أسرة مغسلة وغلاية نحاسية، ويتم تناقلها من جيل لآخر. It is super heavy. I mean, it's like I'm carrying this right now, and I feel like my entire hand is kind of sinking because of this. 像这个茶壶，传统的都是不能用电磁炉的，那所以呢，我就把它一块不锈铁。 عندما أجلس مع هذين الجيلين من الحرفيين، أجد أن لكل منهما رأيه الخاص حول مستقبل الأعمال العائلية. سو يين مين
تفضل التجارة الإلكترونية، ولكن لا يزال عمه يفضل العمل تماما في مبنى المسكن القديم الذي يسمى تشيلو باللغة الصينية. يستخدم الطابق الأرضي كمتجر بشكل عام، في حين أن صاحب المتجر يعيش في الطابق العلوي. هذا نوع من المباني تجمع بين الأساليب الشرقية والغربية التي تتميز بشرفات كانتونية ونوافذ الزجاج الملون. يمكن العثور على منازل غوانجو الأكثر تقليدية على طريق باو يوان. هذه مساكن شيغوان التي كانت في السابق منازل للشعب من مقاطعة غواندونغ. سيفو您这个三个门太有意思了，都有什么讲究吗？有，哦，角门这个叫，这个叫角门，一到中午啊，那个马路啊很烫，电关。房子那个外面呢，那个热气进来。热气。我当时以为这个门呢是养着小宠物给它出来。有些有人坐在这里了，不给人家看呢。一般如果真的。 空气好一点了，这个门都不关，关起来，走上来他开不了，啊，开不了的对吧？就钥匙，要打开。其实很聪明的，这原来也没有空调，没空调，中山都没有。那到最后呢，要睡觉了，这房子人家进来了，啊，来了就关大门了，就拜拜了，好，这个太有意思了，有三道门，嗯。 إن الفكر العبقري لشعب غواندونغ يعجبني كثيرا. مبانيهم تجتمع بين جمال الشكل والوظائف المفيدة، والاهتمام بالتفاصيل هو أيضا جزء من أسرار شهرة الطعام الكانتوني. وين من يعرف مكانا لتجربته. 全部都是西关特色的东西啊，一定要试一下这个云吞面。好。لا يستغرق قلي الشعيرية إلا وقتا قصيرا. هناك كثير من المطاعم التي يقدم فيها هذا النوع من الطعام. كيف نعرف من هي الأفضل؟哇，厉害了，谢谢。点到点汤，喝一口汤。我告诉你，非常鲜。这口汤啊，它炖的时间还有用的料啊是非常足的。在其他店里面呢，加汤是不用钱的。这里5块钱加汤。对，我刚刚看那还有汤，我就觉得特别奇怪。你试一下这个面。 Being taught how to eat noodles by a real foodie。嗯嗯，这种淡雅的感觉啊，是必须要用那个鸭蛋来做，用鸡蛋或者用碱水来做的面，没有这种口感。When you drink it, it's savory. There's a little bit of sort of seafoody kind of texture in there, but it's just right. إنها رائعة. أريد المزيد. في رحلتنا التالية سنزور الحياة الأجنبية السابقة في غوانجو. سنعرف كيف كانت الدول الغربية تمارس التجارة مع إمبراطورية الصين، ثم سنشاهد حياة المهاجرين من غواندونغ للخارج. So there are obviously a lot fewer boats out on the Pearl River these days, but if you came here in the mid-18th to 19th century, this place would have been chock full of trading vessels, because right behind me was the old concessionary area. And this was really, if you were a foreign merchant, one of your first glances of China. So today I found a new wave of foreign locals to show me around. كان الأجانب يعيشون على جزيرة شاميان. سيرينا السيد بن من شركة دراجات كانتون المكان. إن خدمة السفر بالدراجة التي تقدمها شركته المدرجة على تريب أدفيسور كأفضل الأنشطة في غوانجو. Lots of swimmers, hey? Yeah, if you're looking to swim in Guangzhou, this is the place. Every day you see locals who are swimming just off the island. Also, the Pearl River gets its name from the stones at the bottom that used to shine like pearls. Maybe on a good day, you'll see that.
هذا الحي الأوروبي الصغير يعود تاريخه لذروة طريق الحرير البحري. حققت الصين وقتها ثروة هائلة من تصدير الشاي، بيد أن التجارة كانت في اتجاه واحد، لأن أسرة تشين الإمبراطورية لم تكن مهتمة بالمنتجات الغربية. هذا مبنى الجمارك الفرنسية السابق شيد باستخدام الطوب الأحمر من أستراليا الذي استخدم كصابورة على متن السفن الفارغة. Oh wow. Is that a church? You've got the Lady of Our Lord's Chapel there, built in 1891. It's immediately on the French side of the border between British and French concession. So always neighbors then. Exactly. Actually, the island was bought by the British after the Second Opium War, but they leased this side to the French. تبدو جزيرة شاميان مختلفة جدا عن شوارع غوانجو، ما يجعل شوارعها ذات المناظر الخلابة مقاصد شهيرة لكل من مصوري الزفاف والمدمنين على صور السيلفي. It's a good location. Yeah, this beautiful building on your left used to be the French police station. You wouldn't know it from the day today. No. And it's located right at the end of the island, so the bridge just opposite the French police station was guarded 24 hours a day. Very exclusive here. That's changed quite a lot in recent years. Yeah. Today it's one of the popular places for foreign visitors as well as locals. أسس رجال الأعمال الأجانب 13 مصنعا على جزيرة شاميان، لكن للأسف دمرت خلال حرب الأفيون. يوجد الآن متحف في الموقع السابق. What were the 13 factories? These were actually merchant houses built by the Chinese merchants, and they would be rented by foreigners as offices and warehouses. Why were they located in this part? Because the Qing government wanted to confine the trade here at Canton, and they chose a place in the western part of Canton. So you could say basically every foreign merchant who came to China was pretty much located here. Mm-hmm. وقتها كانت كانتون واحدة من عواصم الموضة في العالم. يمكنك العثور على أكثر صادرات صينية مرغوبة كالأدوات المطلية بطلاء الشفاف والعاج والخزف، حيث يناسب معظمها الذوق الغربي. كانت التجارة للمنتجات حسب الطلب تحتاج إلى مزيد من الاتصالات. But the Chinese merchants were exactly communicating with the foreigners. How would you communicate with Qin Qin, how you do? Long time? My no have see. I can secure have long time, the fourth time my no have come to shop. So what thing you want to? Oh, some little chow chow thing. You have got some ginger sweet meat. أستطيع أن أتكلم هذه اللهجة لأنني صيني. بكل جدية يذكرني نهر اللؤلؤ بنهر التايمز في لندن. يمر كل من النهرين بقلب المدينتين، وهي لم تجذب الثروة فحسب، بل ثقافات جديدة وأفكار حديثة وحتى أنماط حياة مختلفة. كان نهر التايمز يسمى بتاريخ سائل أيضا، وأعتقد أنه مصطلح ملائم لنهر اللؤلؤ. Guangzhou has many, many, many waterways, canals and streams, and this is one of the few that remained uncovered. كنهر التايمز، كان نهر اللؤلؤ ملوثا أيضا. أصبحت معظم تياراته نظيفة بفضل حملة النظافة والصحة المستمرة. يتجاوز سكان غوانجو 13 مليون، وهو أكبر من عدد سكان اليونان. إن مدينة غوانجو مساحتها محدودة، الأمر الذي يؤدي إلى هذه الأزقة الضيقة والمباني السكنية الضيقة أيضا. انتبه، هذا يعتبر ثروة. This looks like we're in someone's house. Yeah, actually, five houses here on the one property. Toward the end of the Qing Dynasty, many Chinese families in Guangzhou left China. In the 20s, with the new government, they decided it was time to move back
and contribute to rebuilding the new China. They had 9 kids, 4 daughters and 5 sons. Big family. And the 5 houses here were intended for their sons. So new China but old traditions. Right. هذا المنزل يدار من أحد أقارب العائلة حالياً، جعله مقهاً على طراز قديم. يبدو أن هناك موضوعاً مشتركاً بين أهل غوانجو بغض النظر في أي مكان يعيشون، إنهم لن ينسوا البيت الأصلي. كل ما تعلموه أو كسبوه في الخارج من أجل إغناء حياة عائلاتهم في الصين، ولذلك كل قاعات الأجداد محفوظة جيداً. This is totally unexpected. It's like an oasis in the city. It's completely hidden away, isn't it? هذه قاعة أسلاف عائلة أو، والرجل بجانبي هو زعيم العشيرة. كان السيد أو يجمع مواد الأرشيف والتبرعات من أبناء عشيرته وجميع أنحاء العالم لإبقاء قاعة الأسلاف هذه. هذا متجذر بشكل عميق في الثقافة الصينية، الأمر الذي يسعد أبناء العائلة. I saw the accounting book earlier. Everything's very clearly written down in the ledger. Well, that's how powerful Chinese families are. وفي رحلتنا التالية سنعود بالماضي لاستكشاف غوانجو الماضية، وقبل الالتقاء بالمبتكرين الذين ساعدوا على تشكيل مستقبل المدينة. By looking at it today, but for about 80 years from the mid 18th century, this here Huangpu port was probably one of the busiest ports in China. In fact, it was the only international port open to the Americas and to Europe. If you're a normal sailor, this would be where you offloaded all of your goods to be then shipped on to the 13 factories, but it would also be the first place you set foot on in China. And this place, it was so wealthy that it accounted for 80% up to 90% of all customs revenue in the Pearl River Delta, which would have made this place one of the richest places in China. لم يبقى الكثير من الميناء القديم، لكن العدد الهائل لقاعات الأجداد الموجودة هنا يظهر حجم التبادل في الماضي. عندما ينجز شخص ما أمر كبير، كان الصينيون يشيدون قاعة للأجداد. هنا سيكون مانهاتن في غوانجو. إن منطقة الأعمال المركزية هي مكان للشخصيات المرموقة لممارسة أعمالها. مزيد من الأماكن الداخلية من ميناء خوانبو. هناك ميناء أقدم. So imagine this. 6,000 years ago, everything behind me would have been ocean, and this is the world's furthest inland ancient coastline. It's now over 100 kilometers away from our current coastline over there. So the Pearl River Delta, as we know it, used to be completely under the ocean. No Guangzhou, no Zhuhai, no Shenzhen, no nothing. This was the mouth of the Pearl River. من العجيب أن نفكر أن هذه القطعة من الصخور من قاع المحيط تحولت إلى دلتا نهر اللؤلؤ في النهاية. معظم المناطق في دلتا نهر اللؤلؤ مرتبطة بالمترو الآن، غير أنني لا أرى طريقا أفضل من هذه المناظر اللامعة في غوانجو. يبدو وكأني أنزلق للمستقبل. Wow.
I live in Beijing, so I'm used to skyscrapers, but this here is pretty special. We've been walking around the old parts of Guangzhou with lots of, you know, Qing Dynasty buildings and old wooden gates. This is actually quite a refreshing change of pace. كانت الصين مضطرة لفتح الموانئ التجارية بعد حروب الأفيون. تجري غوانجو معرضا سنويا منذ عام 1957، وهو أكبر وأقدم معرض للاستيراد والتصدير في البلاد. وعندما نفذت الصين سياسة الانفتاح والإصلاح، أصبحت غوانجو بسرعة مركزا تجاريا لصناعة الملابس. في مجمع تي آي تي للابتكار، تدفع الشركات الرائدة المحلية حدود الابتكار والتصميم. ومع ذلك غوانجو ليست مدينة للملابس. بالطبع، أينما توجد شركات ناشئة توجد أماكن العمل المشتركة لتلبية حاجاتها. رغم أن التعاون ليس بالأمر الجديد، غير أن الصين في مرحلة البداية. يبحث الشباب في العشرينيات من عمرهم عن وظائف مستقرة لنيل الفرصة لخلق شيء أكبر. ربما شركة تكنولوجيا كبيرة ثانية قد تخرج من هذه المكاتب. حاليا إن شركة ويتشات هي أكثر الشركات ابتكارا في الصين. 2021年3月29号用户数就达到了1亿，一共只用了433天。现在我们的月活跃用户数已经超过了9个亿，在世界上也是很顶级的这么一个月活跃用户数。在中国你就会用微信了是吧？也没有，这是整个团队一起努力的结果。这个还是挺逗。WeChat أكثر من مجرد تطبيق للدردشة، إنه يجمع فيسبوك، واتساب، إنستغرام، أبل باي. لقد غير أسلوب حياتنا وعملنا وأكلنا في الصين، ولإثبات وجهة نظره يأخذني فرانك إلى الحلويات. Not bad at all. You get a bit of a wasabi kick. The egginess gives it a nice little sweet aftertaste. It's not bad. It's a bit weird. I think you have to get used to it. But I like it. بالطبع طلبنا خاغو وفطائر الجمبري. 它是一个很稳定的形状，吃一口会有的会像散掉，它不会散。You know what I noticed? Everyone in Guangzhou is a foodie. It doesn't matter in what sphere you work in. If you come to Guangzhou, you'll have to know how to eat. لا تأكل وجبة خفيفة لوحدك، تناولها مع أفراد العائلة والأصدقاء. قال فرانك لي إن 93% من الناس يستخدمون ويتشات في المدن الكبرى مثل بكين وشانغاي وغوانجو. إضافة لذلك، يغير تطبيق ويتشات طريقنا لصرف المال. أنا أوافق على ذلك 100%. بضع ثوان فقط وتكمل الدفع. لا نقلق حول الآلات الحاسبة وفقدان الأموال. إن ميزة تطبيق ويتشات هي أنها تستطيع القيام بجميع الأشياء. استخدامها للاتصال بالأصدقاء وطلب سيارة الأجرة والوجبات الجاهزة وشراء تذكرة لرحلة في نهر اللؤلؤ على متن السفينة.
لا شيء أجمل من هذا. اصعدوا على متن السفينة. عروض هذه الليلة ستكون مختلفة بعض الشيء. I like it already. It's a bit like we're in the middle of a Qing Dynasty movie. يحكي لنا العرض قصة من الأوبرا الكانتونية بوضوح. فالعرض يجعلنا نشعر بأننا نتجول في ديزني لاند مع هذه المنصات المتحركة والمهارات المتنوعة. هذه ليست شكوى، إنه ممتع للغاية. ليس لدي أدنى فكرة عما يحدث، لكن هذا لا يمنعني من الاستمتاع بالعرض، لأن هذه هي الطريقة التي ينبغي عليك ترقية الأوبرا الصينية التقليدية للقرن 21. أوبرا الكانتونية، أنا أحبها. I mean, just look at this amazing view. I'm so happy to be alive right now. Obviously, a couple hundred years ago, the Pearl River was probably still as impressive. And back then, too, Guangzhou would have been a place that's on the cutting edge because it was one of the few ports in China that was open to the outside world. And I think, you know, Guangzhou is an interesting beast. It's chaotic, it's manic, it's traditional, but it's always changing. And I think that really is the essence of this town. It's always evolving, it's always at the forefront. And I think the Pearl River definitely has something to do with that.